شو ممكن نستنى بعد بعام 2020؟ صدمات متتالية من حروب متعددة الأشكال، فقدان شخصيات مؤثرة، تفشي وباء عالمي وأزمات اقتصادية وأزمات سياسية، صدمة تلو الأخرى تلقاها العالم عام 2020 حتى تحول إلى عام غير قابل للصدمات لدى كثير من الناس، وأصبح عدد كبير منهم أيضا يعتقد أنه مهما حدث لن يكون مفاجئا للناس، للمشاهدين، القراء أيضا في سنة العجائب. إلا أنه على الرغم من كل ذلك يبقى عنواننا التالي هو الحكم على قرد بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤبد، خبر صادم للكثيرين. هذه ليست مصحة، حدث فعلا في الهند، أنه حكمت السلطات المحلية في أحدى المناطق بالسجن على قرد انفراديا مدى الحياة، والتهمة أنه تسبب بقتل أحد الأشخاص وجرح 250 شخص بسبب إصابته بنوبات من الغضب. والذي يزيد الأمر غرابة أن هذا القرد أصيب بهذه النوبات بسبب إدمانه على المشروبات الكحولية، فعندما تعذر عليه الحصول على المشروب تحول إلى كائن عدواني وصب جام غضبه في الشوارع وبدأ بمهاجمة الناس وتمزيق وجوههم بأنيابه، لدرجة أنه أغلبهم يحتاجون إلى عمليات جراحية وتجميلية بعد أن اعتدى عليهم. البعض يتساءل كيف لقرد أن يدمن ومن أين كان يحصل أيضا على المشروب. السلطات الهندية تعتقد أنه صاحب القرد كان يزود الحيوان بتلك المشروبات بشكل منتظم، وقد عثر على مالك القرد ميتا، فكان التفسير الوحيد أن القرد العدواني أصابته حالة من الغضب والهستيريا وفقدان السيطرة بعد أن انقطعت عنه المواد التي أدمن عليها، يتعذر الوصول إلى هذه المواد فأصبح خطرا على المدينة وعلى الفصيلة أو أبناء فصيلته. دعونا نتابع أبرز التعليقات التي أتت على هذا الفيديو، والتي طبعا كانت ساخرة معظمها. أحدهم أنشأ حساب على تويتر وأسماه القرد، وطبعا دافع عن نفسه، قرد ولا مش قرد، أنا لي حقوق ولازم يتعين لي محامي، حقك. مراد أيضا علق بصوت عادل إمام، المفروض أعمل صوت عادل إمام، ما بعرف، سايبين الحروب والصين والكورونا والتلوث البيئي وماسكين في القرد، لا خير إن شاء الله. نور أيضا كان لها تعليق، طب يعني هم عملوا محاكمة رسمية وقاضي وشهود وبدأت الجلسة ورفعت الجلسة، هي الناس دي فاضية للدرجة دي؟ أما إياد علق ساخرا وقال أنا متأكد أنه هيفهم الذنب اللي ارتكبه، هنشوفه في القناة الهندية طالع في برنامج من وراء القضبان بيقول الجريمة لا تفيد، ممكن يندم يعني.